طيب لو اتكلمنا يا دكتور عن فكره في مجموعه كده من الناس اللي هو ما عقمتش، انا عقمت ايدي ولا ما عقمت، انا لبست الكمامه دي مش عارف ايه، اللي هو الموضوع هيقلب بوسواس قهري. صحيح. هو ممكن يقلب فعلا كده ولا طبعاً. طب هم يتعاملوا ازاي؟ هو اذا كان مش هيقلب دلوقتي وسواس قهري امتى؟ امتى هو ده وقت الوسواس القهري؟ الحقيقه ان المبشر ان الناس القلقين والناس اللي عندهم توتر والناس اللي عندهم مخاوف في الوقت الحالي هم في افضل احوالهم، يعني حالتهم اتحسنت لان بداوا يحسوا بالمواجده، ان كل الناس عايشه معانا في اللي احنا فيه. احنا بقالنا سنين بنعاني ما حدش حاسس بينا، فحاسين دلوقتي الناس حاسين بيهم، عندهم الخوف ده وقاعدين معاهم في البيت وهكذا. بس الناس اللي عندها حرص زياده وصلوا للحاله اللي انت بتتكلم عليها، انه بقى مبالغ جدا في الاهتمام، خايف جدا من خروج في البيت، بيرش الحاجه 3-4 مرات. ما هو انا مش ممكن هعرف اعقم كل حاجه في الحياه، مش هينفع، مش هينفع انزل اعقم الشارع، مش هينفع اعقم كل حاجه جايه لي من بره. فانا محتاج اكون معتدل شويه في حرصي، يعني اكون حريص على نفسي اني اهتم بنظافتي الشخصيه، اغسل ايدي، البس الماسك بتاعي، ده اللي اقدر عليه. بس مش هينفع اعقم الاشخاص الماشيين، استحاله. يعني كانت لسه زوجه بتقول لي جوزي يتخانق معايا عشان هو داخل من البيت فبنته بترشه بالكحول فجي في عينه. فهو زعلان وهي متضايقه جدا، هو زعلان، ما هو طبيعي يكون زعلان، احنا بلغنا جدا بالموضوع. اكيد عينه اليمين، يمكن لو الشمال ما كانش زعلان قوي كده راجل هيتضايق. اقصد اقول ان انا النهارده في حاجات فعلا احنا بنبالغ فيها لاننا خايفين، بس المبالغه دي مش بتفيدنا، المبالغه دي توصلنا لحته مرضيه اخرى هتاذينا بعد شويه.